الناطق باسم قوى الحرية والتغيير يقول إن حل الحزب الوطني تم منذ 11 من أبريل وإجازة القانون هو تقنين للخطوة. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتسميته رئيسا لمنظمة الإيجاد. الشيخ عبد الحي يوسف ينتقد إدارة المناهج ويقول أن مديرها غير مؤتمن على الديانة ولا على الأجيال والأخلاق. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والتي تضم إلى جانب موجز الأخبار موجزا اقتصادي وآخر رياضي، أهلا بكم وإليكم التفاصيل. قال الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح إن حزب المؤتمر الوطني تم حله منذ 11 من إبريل الماضي، وإن إجازة القانون من مجلسي السيادة والوزراء هو تقنين للخطوة. وقال صالح في تصريح له: ليس لدينا الوقت للرد على تصريحات بعض أعضاء الوطني، ونحن الثورة والحكومة، وهمنا هو بناء السودان وفق أسس ومفاهيم الثورة، معتبرا أن حديث رئيس حزب المؤتمر الوطني غندور عن عدم قانونية الخطوة يدل على عدم فهمهم للقانون. وكان غندور قد قال في صفحته على فيسبوك إن القانون المجاز لن يمنعهم من ممارسة حقوقهم والتي كفلتها لهم كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. اعتبر القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين العتباني إن قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب عام 1989 وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير هدفها التشفي وتصفية حسابات قديمة. وقال العتباني في رسالة بعث بها لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان إن قوانين المحاكمات للمشاركين في انقلاب 1989 وتفكيك الإنقاذ نظام البشير ممعنة في الفظاظة والتخلف، ولا مثيل لهما إلا قوانين صيد الصحراء ومحاكم التفتيش التي سادت في أوروبا في القرون الوسطى. وأضاف العتباني في رسالته: بحسب الأناضول كم سيكون العار عظيما أن يشهد السودان ردة إلى مثل تلك القوانين، حيث تعمم التهم على المواطنين لمجرد الظن والتوهم أو لمجرد ارتباطهم بعلاقات القرابة أو الصداقة مع بعض من يقعون ضحية لتطبيق تلك القوانين. استطلعت كاميرا قناة طيبة الفضائية عددا من المواطنين حول أداء الحكومة الانتقالية وما حققته من مطلوبات الثورة بعد مرور نحو 100 يوم على مرور عمر حكومة حمدوك. توفير البترول واجب، والخبز واجب مهم، لو انحلن ده يمكن شوية تخففا المواطنين دايرين تخفيف أعباء. الحمد لله سيولة وصلت، ودايرين ناس تحكم بما أنزل الله ورسوله حكم، يعني القرآن كلام الله حديث الله أحسن حاجة إن شاء الله. الناس لو التزموا بيه ومشوا عليه حتى رزق البلد إن شاء الله تمشي في خير. بالنسبة يعني أسي حاليا المواطن بجد تعبان من المواصلات، أزمة المواصلات بجد كده تعبان خالص. اما في حاجات كده شايفها اخرى انها بقت كويسه مع المواطن بالنسبه لكسب الثقه بين المواطن والبنوك، فرجعت لحالته الطبيعيه خالص. يعني البنك اصبح يعني كسب الثقه بين البنوك، دي حاجه كويسه. اما بالنسبه للمواصلات يعني في حالتها قديمه، يعني وازمه الجاز وازمه البنزين والحياه دي يعني خفيفه، ما زي زمان، وما في تغييرات بيقولوا عليها حاليا كي تغييرات يعني ماشيه كويسه للبلد، ما في حاجه جديده. يعني الغلاء يعني غلاء طاح جدا جدا، وما في حاجه كده تغيرت. يعني حمدوك الليل له 100 يوم من حكومتي، يعني ما شفنا حاجه والله، ولا السكر يعني زاد، ولا صف الوقود وصف البنزين والخبز كله والله صفوف ثقيله جدا جدا، وغلاء فايته كله والله. يعني ما شفنا حاجه كده عشان تريح الناس وتريح المواطن. المواطن ما طلع عشان يعني يرتاح هو ولا كيف، المواطن طلع لراحه نفسه.
تحديات كبيرة تواجه حكومة حمدوك في الإيفاء بمطلوبات الثورة، حيث ازدادت شكاوى المواطنين من غلاء الأسعار بجانب أزمات كبيرة في الخدمات المتعلقة بالنقل والمواصلات، حيث مرت 100 يوم من عمر حكومة حمدوك وما زالت مثل هذه التحديات قائمة. المزيد في التقرير التالي نتابع. مئة يوم أو يزيد مرت على تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك، وما زالت هناك العديد من القضايا والمهام السياسية والاقتصادية تحاصر هذه الحكومة رغم محاولاتها بإنجاز ذلك كله في ظل وجود عقبات وتحديات تواجهها. فالمواطن السوداني الذي خرج في ثورة ديسمبر المجيدة مطالبا بتحسين أوضاعه المعيشية والنهوض بأحوال البلاد الاقتصادية يرى أن الحكومة حتى الآن لم تقطع في هذه المطالب شوطا بعيدا. حقيقة الحكومة الآن لها 100 يوم بالضبط، كنا نأمل أنه يعني تغير في حال المعيشة، الناس يعني خرجت والناس ماتوا في الميدان ويعني عانوا ما عانوا، يعني الآن الحكومة غايبة تماما في الشارع، ما في أمن، تعبان، والمشاكل إلى الآن ما تعالجت منها ولا حاجة، يعني الكلام كله عن حياة ما مستفيد منها المواطن في حاجة، يعني الحياة كلها العيش، البنزين، المواصلات، حتى المواصلات دي فيها تعسر. بعد اتخاذ حكومة الفترة الانتقالية عددا من القرارات السياسية والاقتصادية لإزالة دولة التمكين واستعادة الاستقرار، لكن اتساع رقعة مطالب الشارع السوداني خاصة فيما يتعلق بتوفير الخبز والوقود والمواصلات ومراقبة الأسواق وتحقيق شعارات الثورة يضع حكومة حمدوك في اختبارات صعبة للغاية في ظل مساعي حكومته الجادة لتوفير كل المطلوبات. ما لمسنا تغيير في الحياة اليومية من حيث توفر الخبز والمواد البترولية وغيره، في بنفس الوقت يعني ما شايفين في تحقيق سريع للأهداف اللي كان قامت بها الثورة والشهداء، والمسائل الخاصة بالمناهج والحياة دي يبدو أنه ترجع لحد ما تجي الحكومة المنتخبة الشعب، يعني ما نستعجل في المسائل دي بحيث انه المرحلة ما الحسي حاليا نحن في وضع بتعلاء لحد ما الشعب يختار ممثل. انه تبقى الحقيقة التي لا تقبل القسمة على اثنين انه لولا الضائقة المعيشية التي عاشها الشعب السوداني لما اسقط البشير ونظامه، والادلة على ذلك كثيرة. الحكومة الانتقالية منذ أن تسلمت مقاليد الحكم بالبلاد وضعت العديد من البرامج والمشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني من أجل حل الأزمة الاقتصادية وإرضاء رغبات الشعب السوداني الذي خرج في ديسمبر مطالبا بها، ولكنه حتى الآن لن يرى حلولا واضحة في بعض الأمور. عمر حمزة لقناة طيبة، الخرطوم. تجدد أزمة المواصلات بولاية الخرطوم، حيث شكا عدد من المواطنين من تفاقم الأزمة، ويرى مراقبون أن الأمر يتطلب وجود إرادة سياسية فاعلة للحكومة الانتقالية تشرع في تنفيذ هذه الخطط باعتبارها تمثل جزءا من مطالب الثورة السودانية. أزمة المواصلات المتطاولة لا يمل الشارع الحديث عنها باعتبارها تشكل جزءا من معاش الناس وسط تساؤلات حول الحلول الجذرية للمشكلة التي ورثتها الحكومة الانتقالية من حكومة الإنقاذ السابقة. مختصون يرون أن الحلول لابد أن تتضمن معالجات آنية ومستقبلية، حيث تتمثل الحلول العاجلة في استيراد سيارات نقل بسعات كبيرة بجانب إعادة توزيع الحافلات على خطوط النقل وتكثيف الرقابة على دخول وخروج الحافلات من المواقف، فضلا عن إصدار قرار فوري بفك حظر استيراد السيارات المستعملة لأغراض النقل العام. الحلول المستقبلية لأزمة المواصلات كثيرة ومتعددة،
بيد أن أبرزها يكمن في قيام شركة نقل مساهمة عامة للمواصلات تشرف عليها الحكومة، بجانب إنشاء خطوط إضافية لقطار المواصلات وتشغيل النقل النهري للمناطق القريبة من النيل، بالإضافة إلى إنشاء مترو للأنفاق الأرضية للمواصلات. المشاريع والخطط بشأن إيجاد حلول لأزمة المواصلات موجودة ومتوفرة لدى المختصين، ولكن القضية تتطلب وجود إرادة سياسية فاعلة للحكومة الانتقالية تشرع في تنفيذ هذه الخطط باعتبارها تمثل جزءا من مطالب الثورة السودانية. هذا وقد استطلعت كاميرا طيبة عددا من المواطنين حول كيفية إيجاد حلول جذرية لمشكلة المواصلات. نتابع. حقيقة في أزمة كبيرة، يعني في أزمة حادة، يعني الواحد بيجي ماشي وبيشوف الناس واقفة بأعداد كبيرة جدا جدا، وأنا بفتكر إنه الأزمة دي يعني هي ذاتها مركبة، يعني غير إنه ما في مواصلات برضو في زحمة في الشوارع، فيمكن تكون مشاكل الوقود. يعني اليومين دي في مشكلة في الجاز بصورة كبيرة جدا جدا ما متوفرة، بالإضافة لأنه الشوارع ذاتها بقت رديئة. يعني أزمة المواصلات هي أزمة حقيقة أنا بلخصها في اثنين، حقيقية ومفتعلة. مفتعلة بمعنى جزء من الافتعال إنه كل الناس بيتحرك في زمن واحد، يعني فترة الصباحية كل الناس حاجة بتاع ست، يعني نقدر نقدر إنه حوالي 2 مليون شخص بيتحرك في زمن واحد. بعد الساعة 2 كل الناس بيتحركوا في الرجوع في زمن واحد بما فيهم الطلبة، فده بيأثر على المواصلات وبيأثر على الحراك بصورة عامة. بعد المغرب وبعد هنا بيكون في الحركة منساب أفضل. نحن والله بنعاني شديد من أزمة المواصلات لما نكون ماشيين للمدرسة، وكذلك لما نكون راجعين. نتمنى أن الحكومة توفر الوقود وأزمة المواصلات تشوف لها حل. شن إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبد الحي يوسف هجوما عنيفا على إدارة المناهج والبحث التربوي ووزارة التربية والتعليم العام. وقال الشيخ عبد الحي في خطبة الجمعة حين أخرج رجل كذاب أشر جعلوه مسؤولا عن المناهج والبحوث وهو غير مؤتمن على الديانة ولا على الأخلاق والأجيال. هذا الرجل الذي لا يؤمن بالقرآن المدني ولا يؤمن بصلاحيته للتطبيق في زماننا ليخرج للناس ويقول إن هذا المنهج محشو بالآيات القرآنية ويجب إزالتها. وأضاف هذا الرجل لا يؤتمن على الأجيال والعقول. كما انتقد الشيخ عبد الحي قرار الحكومة بتجميد نشاط بعض المنظمات الخيرية. دين الله ظاهر، كلمة الله عالية، المسلمون مستمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يبغون بهما بدلا. حاول هذا الضلالي أن يستعطف الناس بأن الكيزان بتعبيره قد أدخلوا هذا كله في المنهج. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. القرآن كان قبل الكيزان وسيبقى بعد الكيزان. القرآن كلام الله، نوره المبين، حبله المتين، صراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسنة ولا يخلق على كثرة الرد. أيها المسلمون عباد الله، لو أراد الإنسان أن يتكلم في خطبة الجمعة عن المخازي والفضائح التي يرتكبها هؤلاء لطال المقام، لكن ليس من السنة تطويل الخطبة. أقول في ختامها، ما زالت حملتهم الشعواء على المنظمات التي تكفل الأيتام وترعى المساكين وتعلم الناس الخير وتنتشر في ربوع البلاد
مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا تدعو إلى الله، تبصر الناس بدين الله، تصلح ذات بينهم بذات الأسلوب، يعمدون في جنح الليل إذا حل الظلام، يعمدون إلى مهاجمتها وتغليق أبوابها، ثم بعد ذلك يقولون نشكل لجانا للتحقيق. سبحان الله، أهكذا أهكذا هي العدالة؟ يصدر الحكم وينفذ ثم بعد ذلك يحقق؟ هذه هي العدالة التي نادى بها الناس؟ هؤلاء لا عدالة ولا أخلاق، وإنما يريدون الانتقام ممن يخالف. هنأت الولايات المتحدة الأمريكية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بتسميته رئيسا لمنظمة إيجاد، وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي في تغريدة على حسابه بتويتر: تهانينا لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على توليه رئاسة منظمة الإيجاد، وتتطلع الولايات المتحدة إلى مواصلة العمل مع حمدوك والمنظمة حول القضايا الإقليمية، خاصة عملية السلام بجنوب السودان. هنأ المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان ستيفن وال السودان بانتخابه رئيسا للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، وأشار إلى الدور الذي ظل يلعبه السودان في عملية السلام في القارة الإفريقية، خاصة في دولتي جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وقال إن السودان دولة محورية يجب دعمها، وأوضح أن انتخاب السودان لرئاسة إيجاد لهذه الدورة يعني تحقيق سلام مكتمل الأركان في دولة جنوب السودان بحكم معرفة الخرطوم لطبيعة الأزمة وكيفية حلها. كشفت الجبهة الثورية عن اتفاق أطراف التفاوض والوساطة على تعيين مبعوث من الاتحاد الإفريقي لتسهيل عملية السلام، في وقت أكدت فيه أنها تترقب رد الاتحاد الإفريقي حول الطلب المقدم بهذا الشأن. وقال توم هاجو رئيس مجلس التشريعي للجبهة الثورية في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية إنهم اتفقوا مع الوفد الحكومي المفاوض على إرجاء قضية المجلس التشريعي وتعيين الولاة إلى حين التوصل للاتفاق، مشددا على التزامهم باتفاق جوبا حرفا حرفا، مؤكدا عدم رغبتهم في تأخير عملية السلام. وفي سياق متصل كشف هاجو عن استمرار التواصل مع الاتحاد الإفريقي بشأن تعيين مبعوث للسلام في السودان، مما يعمل على وجود ضامن دولي وإقليمي لإنجاح عملية التفاوض واستكمال حلقات السلام. هددت الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم بالتصعيد وتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات، بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح، حال لم يتم إنهاء ظاهرة الاعتداء على المعلمين بمدارس الولاية. واستهجنت الهيئة في بيان لها تعرض بعض المعلمين وإدارة المدارس للعنف اللفظي والجسدي والتعدي والاعتداءات المتكررة من لجان المقاومة بالأحياء، وأعربت عن عدم رضاها لمقترح وزير المالية القاضي بزيادة المرتب الأساسي القادم بنسبة 100%، وقالت إنه دون الطموح ولا يفي بأدنى متطلبات الحياة. وأكدت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة إن قرار إيقاف التعيين والترقيات الذي صدر من مجلس الوزراء مؤخرا سبب ضررا بليغا على منسوبيها، وأشارت إلى أن النقص الحاد ما زال موجودا خاصة في الريف. نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة الفضائية، وفيها بعد الفاصل: وصول 176 ألف طن من المشتقات البترولية إلى ميناء بورت سودان. أهلا بكم مجددا متابعينا. في المساحة القادمة ننتقل إلى طائفة من الأخبار الاقتصادية. كشفت هيئة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر عن استقبال ميناء الخير لعدد 6 ناقلات للمشتقات البترولية تشمل الجازولين والبنزين، فضلا عن غاز الطبخ ووقود الكهرباء بإجمالي 176 ألف طن. وأشار عثمان قرشي محمد مدير ميناء الخير للمركز السوداني للخدمات الصحفية إلى تفريغ ناقلة جازولين بحمولة تصل إلى 40 ألف طن، وبنزين بحمولة 38 ألف
كما سيتم تفريغ 44 ألف من وقود الكهرباء، كاشفا عن وجود 42 ألف طن من الجازولين في انتظار إجراءات بدء التفريغ، بجانب ذلك 7000 طن من وقود الفرنس و 5000 من غاز الطبخ. انتقد رجال أعمال نافذين في بنك السودان المركزي تجاوزات كبيرة في معاملات النقد الأجنبي وطريقة تحويلها من الشركات للخارج خاصة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال أحمد محمد سعيد مضوي رجل الأعمال خلال حديثه لبرنامج كوباية شاي بصحيفة التيار إن موظفين ببنك السودان لا زالوا يستغلون غياب الرقابة في البنك ويمارسون تجاوزات في التحويلات للنقد الأجنبي، وطالب الدولة بفتح ملفات الفساد تجاه رجال الأعمال. انتهت النشرة الاقتصادية، وفيما يلي نتابع الأخبار الرياضية. حقق الهلال العاصبي فوزا على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بهدفي المهاجم محمد موسى الضي مقابل هدف لبلاتينيوم في مباراة الفريقين مساء أمس الجمعة بملعب الجوهرة الزرقاء ضمن مباريات الجولة الأولى لمجموعة أبطال إفريقيا، ووضع 3 نقاط في رصيده، وذلك بعد أن قدم مباراة قوية ومثيرة على مدار الشوطين وأهدر رماته على عددا من السوانح السهلة خاصة وليد الشعلة الذي لم يكن في يومه. عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعا طارئ في مكاتب الاتحاد بالخرطوم ترأسه المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة المسابقات. ونظرت اللجنة في العديد من الأجندة المدرجة على طاولة اللجنة، حيث قررت وبعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة الأهلي عطبرة والأهلي مروي قررت إيقاف نشاط عضو الجهاز الإداري لنادي الأهلي عطبرة أمير محمد خير وإحالته إلى لجنة الانضباط نسبة لما بدر منه من سلوك أثناء المباراة. كما قررت اللجنة إيقاف نشاط عضو الجهاز الإداري لنادي الأهلي عطبرة كباشي باب الله وإحالته إلى لجنة الانضباط نسبة لما بدر منه من سلوك في المباراة. إلى ذلك أعلنت لجنة المسابقات انطلاق المرحلة الثانية من دور 10 يوم في ديسمبر القادم. انتهت نشرة الأخبار، نعود ونذكر بأهم العناوين. الناطق باسم قوى الحرية يقول إن حل الحزب الوطني تم منذ 11 من إبريل وإجازة القانون هو تقنين للخطوة. الولايات المتحدة الأمريكية تهنئ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بتسميته رئيسا لمنظمة إيجاد. الشيخ عبد الحي يوسف ينتقد إدارة المناهج ويقول أن مديرها غير مؤتمن على الديانة ولا على الأجيال والأخلاق. شكرا للمتابعة، في أمان الله. طيبة لحياة طيبة.